يعني باتريك ان جيم مين ممكن ينافسه على الجروب؟ اني في عندنا رودريج راعي، عندنا في عندنا ربيع ايوب سريع رجع، وربيع يعني من السائقين السريعين كمان، بس كمان عم بكون اون اوف يعني ما عم بكون دائما بالبطوله، ما عم بكون دائما موجود. السنه الماضيه بعتقد عامل الرالي هون عم نشوف سياره روجيف غالي عم تتحضر، عم بحمد دوليب هلا، عم يعملها الوارم اب طبعا ويحملها دوليبا قبل ما ينطلق. مفروض 4 و3 دقائق يعني بعد دقيقتين من هلا ينطلق روجيف غالي على سيارته سكودا فابيا ار 5. متوقع توقيت المرحله حسب ما هيك عملنا بعض التحريات انه يكون حوالي دقيقه او اقل شوي، يعني روجيف غالي ممكن ينزل عن دقيقه. لنشوف قد ايه رح يكون توقيته على كل الاحوال لروجيف غالي ومساعده جوزيف مطاري اللي هو عنده الرقم القياسي بالفوز برالي الارز، مثل ما ذكرنا 13 مره قدر فاز برالي الارز. جوزيف مطر 8 مرات ككو بايلوت لانه مش كل وقت كان مع روجي فغالي. اذا عم نشوف تحضير سياره روجي فغالي على سكودا فابيا ار 5 ومساعده جوزيف مطر. إذن التحضير قد ايه هون روبير الدرايفر بده يكون عنده تركيز كتير كبير، خاصة لأنه مرحلة استعراضية. العالم بفكروا المرحلة الاستعراضية إنه كيلومتر فاصل 7 بس، ممكن أقل غلطة تكب السائق برات الرالي. الرالي والمرحلة الاستعراضية هي هدفها غير إنه تكون استعراضية للجمهور، تفوت الدرايفر بجو السباق. صح، يعني مش يوعى بكرة يقلع من مرحلة طويلة بعد ما فات بجو السباق. اليوم بفوت شوي، بكرة أول مرحلة رح تكون المرحلة الأطول يعني مرحلة الخلدية، وإذا في شيء بسيارته سيت اب ما عجبه بيقدر يحس فيه بهال 2 كيلومتر تقريبا، وبيقدر يرجع يعمل الاستراتيجي لبكرة يقلع فيها. بكرة أنا بحبوش خلدية ومزيارك، مرحلة الخلدية هي الأطول بكرة 19 كيلومتر فاصلة 920 متر، يعني حوالي 20 كيلومتر بعتقد رح تكون هي اللي عم يلعب عليها إذا عم نشوف روجيه وجوزيف مطر بتركيزهم قبل انطلاقهم بالمرحلة الاستعراضية اللي هي بطول كيلومتر و700 متر. عم يحضر، عم يعلي هون الار بي ام، وانطلقت سيارة روجيه. انطلق إذا روجيه فغالي بالمرحلة الاستعراضية، افتتح رالي الأرز بطريقة رسمية بهالوقت. هنا عم تشوفوا من درون، عم تشوفوا من درون من الجو لروجيه فغالي. سريع طلع علينا هلا رح يبين علينا المطرح. نحن بنص تقريبا الستيج تقريبا او اكثر شوي من النص. عم نشوف سياره السكودا فابيا بين عم يسوق نظيف، عم ياخذ تراجكتوار ايديال اذا بتلاحظ. صح، يعني ما عم يفكر ابدا بالاستعراض، همه يعمل وقت. وكنا شفنا روجيه بالفتره الاخيره هذا الابانجل كمان هون قطعه بطريقه كثير سريعه. يعني بالفتره الاخيره شفنا روجيه برالي لبنان فاجئ الكل، لانه روجيه منه الشخص اللي بركز كثير على المرحله الاستعراضيه. صح، كان الاسرع بالمرحله الاستعراضيه اللي جرت بالار بي ام برالي لبنان. لنشوف اليوم توقيته قد ايه رح يكون لروجيه فغالي. دائما لما نحكي مرحله استعراضيه كمان بنستفقد لسائق يعني افتقدناه له كثير هالموسم، هو دادو خيو لروجيه. صح، عبدو فغالي اللي كمان معروف بالمراحل الاستعراضيه دائما بيكون سريع جدا. هون عم نشوف رودولف اسمر عم يتحضر للانطلاق، اكيد اول ما يوصلنا توقيت روجيه رح نعطيه على الهواء. رودولف اسمر وزياد الشهاب، زياد كمان من الكو درايفرز يلي قدر يربح رالي الارز 4 مرات. اذا رودولف الاسمر مع السكودا فابيا ار 5 كمان اللي عملها اخر ايفوليوشن موجوده مع رودولف، هي وسياره روجيه نفس السياره. مزبوط، نفس الايفوليوشن. وحاليا هون عم ينطلق شوي، كان في بطء، خسر يمكن اعشار من الثواني يمكن. غياس هون بدنا نذكر شغله، الزفت بعدها كثير جديده يعني. صح، هون الطريق مزفت جديد. يس، عم تشوفها كمان لسيارته لرودولف السكودا فابيا ار 5 يعني كثير بيكون في جريب عالي والسيارات بيكونوا كامشين مزبوط. عم تشوفها من الدرون قبل ما تبلش تطل علينا.
اتاك من رودولف على الاخر. رودولف افور رايح حلو كتير كمان عم يكون كتير سريع رودولف الاسمر. ونشوف الابانجل هلا نشوف الابانجل كيف رح يقطعه قد ايه رح يكون سريع عليه. يعني يا شباب واضح ما عم يفكروا ابدا بالاستعراض قد ما عم يفكروا يكسبوا الثواني قبل ما يخلصوا المرحلة اللي هي برجع بذكر بطول كيلومتر و700 متر. رودولف الأسمر كمان حاليا عم يخلص المرحلة الاستعراضية قبل ما يتحضر ايدي ابو كرم على هيونداي اي 20 ار 5. إذن ايدي ابو كرم كمان عم يتحضر للانطلاق هيونداي اي 20 ار 5. إذن هيونداي اي 20 ار 5 كمان عم يعلل الار بي ام وحاليا بتنطلق سيارة ايدي. سيارة كتير حلوة صراحة بالفعل سيارة متطورة جدا اكيد. كمان عم يكون بهالمرحلة الاستعراضية لايف على الفيسبوك على ال بي سي اي سبورتس. كمان عم يكون لايف على الفيسبوك كل عم يتابعنا على الفيسبوك كمان موجه لهم تحية وطبعا ال بي سي اي وال دي سي. كمان اسمع سيارة عالي شوي صوتها وهون ايدي الحين رح نحلنا كمان كثير نظيف ايدي عم يسوق عم نشوف الشباب يعني عم يسوقوا طريق عريضه يعني مناسبه لتذكر لديان يعني. وهون كمان الامطار الاخيره انا بعتقد ما بلش توصل للنتائج حيكونوا اقل بالدقيقه بعتقد. لا روجي عمل الدقيقه 76% رودولف الدقيقه 4.86% من الثانيه. ايه هلا وصلوا تاخر تاخر كثير 4 ثواني رودولف عن بس وين دقيقه 76 بتصور قبل الكوع عندنا شوي يمكن.